فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحرم تشمير لم أي لم الأكمام في الصلاة؟ هل إيش؟ يحرم تشمير الأكمام في الصلاة؟ لا، نهي عنه عند السجود، نهي عنه، ولا كف ثوبا ولا شعرا. نعم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.